الحمد لله ناصر المؤمنين ومذل الكافرين، والصلاة والسلام على قائد المجاهدين محمد بن عبد الله وصحبه، وبعد. في هذه الأوقات المباركة ونحن نعيش الانتصار الذي سجلها فرسان الحرية بعد أن حطموا أسطورة الاحتلال ومرغ أنفه التراب أثلج صدور الشعب الفلسطيني وأثلج صدور الشعب الفلسطيني وأحرار العالم، فأننا في سرايا القدس نؤكد على ما يلي: أولا، نبارك لفرسان الحرية حريتهم، ونحن بإذن الله السند والمعين، ولن نتوانى ولو للحظة في حمايتهم والدفاع عنهم. اثنين، أننا في سرايا القدس نراقب عن كثب ما يجري في السجون، وندرك تماما أن الاحتلال سوف يقوم بحملة انتقامية بحق أسرانا، وعليه فأننا نحمل الاحتلال، نحذر الاحتلال أن يمس بأسرانا وواقعهم، وأننا في محاولة الانتقام منهم. سوف تفتح نار جهنم على المحتل في كل أماكن تواجدهم، وردنا سوف يكون أسرع مما تتوقعون. ثالثا، ندعو الجميع للالتفاف حول الأسرى وعدم تركهم لوحدهم، وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية، خصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها أسرانا داخل السجون. إخوانكم سرايا القدس، الجناح العسكري المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في مخيم جنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يكون على هذا المحتل إذا تمادى على أسرانا البواسل داخل السجون أم خارج السجون. في تهديدات باقتحام المخيم. نعم، الاحتلال يهدد باجتياح جنين والمخيم، ماذا تكون له؟ نحن في سرايا القدس في مخيم جنين وجميع الفصائل من الأجهزة العسكرية المسلحة في هذا المخيم، نحن نقول للاحتلال والعدو أننا جاهزون على أتم الاستعدادات في هذا المخيم عند دخولك أو اقتحامك هذا المخيم.